مدحت صالح. مدحت صالح اسم طربي من مقام فريد، فبمجرد ذكر اسمه نسترجع حفلات الأوبرا التي كان يجدو من خلالها أغاني الزمن الجميل باحترافية عالية. بجانب صوته العذب فهو أيضا فنان قدم العديد من الأدوار الفنية، إلا أنه لا يفضل التمثيل بسبب إعادة المشاهد، وخاصة أنه معروف بطبعه العصبي مما جعله يترك التصوير في أحد المسلسلات بسبب تكرار المشاهد. معروف عنه أيضا أنه متعدد الزيجات، وهذا ما سنعرفه بالتفصيل من خلال تقريرنا التالي، وسنتعرف أيضا عن إدمانه للكحوليات، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. محمد محمود صالح وهبة هو اسمه الحقيقي، ولكن الموسيقار حلمي بكر هو الذي اختار له اسمه الفني. مدحت صالح من مواليد 2 نوفمبر عام 1960 بحي روض الفرج بالقاهرة. منذ الصغر حفظ القرآن تجويدا وترتيلا، وأصبح مقرئ القرآن في إذاعة المدرسة، لذلك اكتشافه جاء عن طريق الإذاعة المدرسية. فأثناء مشاركته في احتفالات الإذاعة المدرسية سمعه الموسيقار يوسف شوقي وقدمه للغناء في برنامج أبلة فضيلة. التحق بمدرسة القاهرة الثانوية الأزهرية، ثم دخل كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، لكن سرعان ما تركها لتحقيق حلمه فدخل معهد الموسيقى العربية، وفي تلك الفترة كون فرقة غنائية مع عدد من الأصدقاء، والتي ذاع صيتها بشكل كبير داخل حي شبرا، فكان يحيي الأفراح على أسطح البيوت. وعن تلك المرحلة يقول في حوار سابق له: كنا بنحيي أفراح كتير جدا، ومفيش سطح بيت في شبرا مغنتش فيه، لكن ده تسبب في فصلي من المعهد مرة بسبب الغياب، لأني كنت بسهر لوش الفجر ومش بعرف أصحى تاني يوم للمعهد. بعد تخرجه من المعهد تم تعيينه موظفا بالمسرح الغنائي، لكنه تمرد على الوظيفة وقرر أن يحترف الغناء على طريقته الخاصة. أغنية يا جريد النخل العالي كانت بمثابة انطلاقته في الوسط الفني لما حققته من شهرة ونجاح، فأصبح ضمن نجوم الصف الأول في الغناء، وأطلق أول ألبوماته باسم زي ما قالوا عنيك. شارك بعد ذلك في الفوازير مع الفنانة شريهان أول الثمانينيات، ولمع نجمه سريعا فأصبح من أهم المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية والفنية، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية منها اللبيس، أبو العروسة، كرسي في الكلوب، حزمني يا شباب، رايق جدا، علمني الحب، أشتاتا أشتوت، زهرة وأزواجها الخمسة، وموجة حارة. كما قدم أيضا العديد من تترات المسلسلات منها سكة الهلالي، شرف فتح الباب، تاجر السعادة، عباس الأبيض، أزمة سكر، الحقيقة والسراب، اللص والكتاب، والبطنية. لأغنيته الشهيرة المليونيرات قصة ظريفة، فكاد فاروق شوشة رئيس الإذاعة آنذاك أن يرفض بثها لعدم اقتناعه بها ورؤية البعض أنها دعوة للاستهتار، لولا أن أقنعه مدحت صالح بهدف الأغنية وهو التمتع بالحياة وملذاتها دون التقيد بما في الجيب من أموال. أدلى مدحت صالح بالكثير من الاعترافات، منها أن الغرور أصابه عقب نجاح أغنية كوكب تاني، ما دفعه لتلحين الألبوم التالي بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في عدم تحقيقه نجاحا كبيرا. واعترف أيضا في إحدى الحوارات التلفزيونية قائلا: عانيت من شراهة شرب الخمر مثل أي شاب في عمري، بس عرفت أعمل كنترول على نفسي الحمد لله. تزوج الفنان مدحت صالح أكثر من مرة، وفي إحدى التقارير أشار أنه تزوج 6 مرات، الأولى في سن صغير من فتاة تدعى نورة، ولم يدم الزواج أكثر من 6 أشهر.
والثانية من السيدة ليلى صديق التي أنجبت له رانيا وأدهم، والثالثة من الفنانة سمية الألفي لمدة عامين. وتزوج أيضا شيرين سيف النصر والفنانة فيفي عبده. أما الزواج الأخير حتى كتابة هذا التقرير فكان من نصيب الشاعرة نورة الباز. هل كنت تعلم عن كل هذه الزيجات لمدحت صالح؟ وما هي أكثر معلومة لفتت انتباهك ولماذا؟ في انتظار تعليقاتكم.